نظم حروف ما نظمها نياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. هذا اللي يقوله المرحوم الشاعر حافظ المسكري في تكمله في الشطر الثاني وفي الجزء الثاني من الحلقة. تعالوا. قالوا لا باس يقول محبوب ما با من الغاف واللومي والوم دي عدت من لومي. لا قصيد ما شاء الله. هذا شو القصيد؟ عندك لا عندي ولا عندك. لا نشل لك ولا حبك. لا والله شيء. حيا بما والحديدي لنظر في حبو سلمى يذهب الجني يلي كانوا 80 حراسة مرة. هو 100% نو سؤال من شدة. يتمصر يتعدل. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام طال عمرك. بخير؟ بنعمة. تعدلت؟ والله شوي. كشخت؟ الحمد لله. نعيمة. علينا وعليك بالخير. بتسمعنا شيء؟ ماشي. ما يستوي. على هالكشخة وما شيء ما يستوي. ماشي معك. لا. اللي أنت وتبون ما موجود معي يعني. إيش معك؟ ماشي أنا معي. تبون شعر وتبون أيوة. ميدان وتبون هذا الشيء ماشي. أي حاجة. ما حافظ شيء. مرة مو. زين يقولك بنظم حروف إن ما نظم هنياتيات. غير الذي قلبه غريم ومبتلي. مبتلي. إيش ذي الفن؟ هذه عيد مرة كي شوي. بنظم حروف إن ما نظم هنياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. مبتلي. أب ميدان. أب رزحة. رزحة هي. رزحة. آه. أب ميدان. لا. أب رزحة. رزحة. أب دندان. لا. بنقول لك كيشر ولا مسبع ولا شيء يمكن ما فاهم أنا في الأمور. هذا خاطرك. لا طول عمرك. حسن بشيء. حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ خير. بخير. الحمد لله. قالوا إن معك رزحة. ما أعرف أنا أبويا هاي مرة رزحة. ميدان. مش مولي. بنظم حروف ما نظم هنياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. مبتلي. ايش هذا الفن؟ ما اعرف والله. ها؟ ما اعرف. ما تعرفه؟ هذا الفن؟ ها؟ فن ميدان. ميدان؟ ميدان. مرة. شو بخاطرك؟ احسنت. جزاك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. بخير. كيف الحال طيبين؟ الله يسلمك. الحمد لله. بارك الله فيك. بنظم حروف ما نظم هنياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. ايش هذا الفن؟ هذا الفن عربي. ها؟ عربي. نعم. ما هندي؟ لا عربي بالعكس. ما هندي. عربي. اي نعم. مرة بالضبط. عربي. ايوة. عربي. ايوة. ربيعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب. انت بخير؟ خير. براد هني معكم؟ شوية. والله براد. نعم. يا اخي معهم براد عامر حن في الحر هني في الشمس. كيف؟ زين قولوا قربوا. قولوا دخلوا. فضل. قولوا بردوا داخل. ما يستوي. ها؟ تفضل. هذه طلبة مطلوبة يا المضيفين. ما بادر بها من صفوة خاطره. تبي اسم الفن؟ لا انا بعدني ما سألتك. ها؟ ابي اسمع اول. ايش تبي تسمع؟ ميدان. ما مع رزحة. ماشي. اي شيء. ماشي. مني. ماشي. منك. ماشي. من هناك. ماشي. من هني. ماشي. قول. ماشي. تكلم. ماشي. تفضل. ماشي. هات. ماشي. تدلل. ماشي يا ريال. يقول بنظم حروف ما نظم هنياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. ايش اسم الفن؟ مسبع. مسبع. اه. مسبع. اه. مسبع. اه. مرة. لا ما مسبع يا خبراء. الياريس تعبان. اه؟ ميدان وايد. كيف قوي. لا ما ميدان. السلام عليكم. بك بتكلمني؟ زعلان علي؟ لا. ها؟ لا. ليش؟ ما زعلان علي؟ ما زعلان علي. بتكلمني؟ علام. علام. ها؟ علام زعلان علي؟ والله. روحت عني. ما مروح. ها؟ راد هني. ها؟ راد هني. تبيع هني؟ بيع هني. ايش تبيع؟ بيع خضرة. ماشي ثوم عماني؟ شيء؟ ثوم عماني ماشي. ماشي ثوم عماني. ماشي ثوم عماني. شوف لي عامر. عامر. حباتك؟ الحمد لله. شوفك؟ خير. مريح؟ الحمد لله. قالوا لي معك قصيد. ماشي معي. لا قصيد مع الوالد. مع الوالد. قصيد مع الوالد. ها؟ مع الوالد. قصيد مع الوالد. ايش من القصيد معه؟
وايد معه، وع ميدان معه. وانت؟ يعني ماشي حتى شوية؟ ماشي. شو شوية؟ ماشي. ما يستوي. ماشي. شي شوية؟ ماشي. شي. بنظم حروف ما نظمها نياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. ايش هذي الفن؟ مرة؟ بنظم حروف ما نظمها نياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. ايش هذي الفن؟ هذا رزحة. 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 أحسنت. هلا الشيخ سالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك من سعيد من سوق قنوبي. والنعم فيك. سالم وخوته في الزمن متولفين عن شيفة الحاسد وعين الظالمين. سالم وخوته في الزمن متولفين عن شيفة الحاسد وعين الظالمين. مد اللي يادي بنت حايب اليمين. تفضل. هم أصحاب اليود ناس خيرين. خيرين. آه. يالس وحوث القلية غيب واحترق يوما وعنهن تين ولايف ما قدر تفند من وحد حرف نيلاية وواحد يوهر عدن وسارن يبلع لاية خذن عقله ومشن مشن ويا صراف الربابي عطل بما يبن يا صراف الربابي عطل بما يبن كان يبن ها كم يبن عطل نعم آه. يالس وحوث القلية غيب واحترق يوبن من وعنهن تين ولايف ما قدر تفند من من وحد حرف نيلاية وواحد يوهر عدن ويا صراف الربابي عطل بما يبن يبن ها عطل بعدنا بقى هات هات انت زين سمعت ان شاء الله ما بسكن سرور من حلفيت ما بسكن سرور من حلفيت سيريو ولد في اليميني بنت فهل بيت عندي حد بنشدك سالم عندي حد عندي حد بقصتك الرب للحلفيت مالك يوزف اليميني لا ما حلف ها ما حلف يمين ها على ايش احلف ما انت برايك انت ينادي المشاهد سلام سلام ينادي المشاهد سلام سلام ويايب تغابي وريحاني ويايب تغابي وريحاني وحبلك قطعته وعلى منشد ومعنا سؤال وعلى منشد لكل المشاهد سلام سلام ورد ومسك وريحاني قربك يا صياغ فحصيصن قربك يا صياغ في حصيصن يلعب لقذوره مع كلاتي أوين ما يبا يزور في حصيصن يودر زوالي مع كلاتي لين البدن ضاع ملف الناصي ناس يسول على بشاشة هذه ديرة العز ملف الناصي تصبح وتمسي على بشاشة يخطفوا على الناس من صدين يخطفوا على الناس من صدين تحني البنية مسايدها تحني البنية مسايدها هذه ديرة العز من صدين بمصاليها ومسايدها كل السنة موية البحر يام وسكر حلو يا ما عصيره أول يوم صغير وسبح بي يا راشد ثبت لوح وسبح بي كيف حالك؟ الحمد لله بخير تمام الله يعافيك حالك انت خير طيب يعطيك العافية بنظم حروف ما نظمها نياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي ايش هذا الفن؟ غير الذي قلبه غريم ومبتلي ايش هذا الفن؟ ميدان لا ميدان كيف حالك؟ حياك الله بخير يا مرحبا الله يعافيك الحمد لله تسمعني شيء؟ والله ميدان اها شيء لكن أبهك الزود أكثر عن الشياب الشياب أكثر وسأل عليهم اللي معك هذا يقول لك لدغ العقرب مر نعتو للطبيب المداوي أو أنا خشن الدوي للعقارب مر نعين حتى الطبيب المداوي المداوي والله يقول لك ما لي هاك الزود يعني بنظم حروف ما نظمها نياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي مبتلي ايش هذي الفن؟ هذا كان الرزحة رزحة كان رزحة كان رزحة آه. انا اقول ما كان رزحة شبه خاطرك احسن جزاك الخير الله يعطيك العافية السلام عليكم السلام طال بركاته ايش فيك معصب؟ والله ما معصب انا مش بدكم قلب ارتاح ونوح المرتاحين طيب ايش اخبارك؟ تمام يا علوم يا شعلوم طيب, طيب مره ساكن الله يعطيك الخير وانت الحمد لله شعلوم خير وحبابك هل هلا في الشياب حياك الله لا الشياب ما يهونوا علينا الشياب يوم ما يهونوا لا تجيب لهم شيء ما يهونوا للشياب ولا الشباب كلهم على العين والراس جزاك الله بس سمعنا شيء والله ما شينا معي لا لا ما
شنو خاطرك؟ ايش دراني بش ما اسمع؟ زعلان صرني؟ لا لا ما زعلان، ما زعلان. سمعني. والله ماشي انا حافظ. كلمتين. ان شاء الله. هات. هي المسبع يقولون. يقول. ها. ايش يقول؟ قال قلبي طلب ناس خاتم دار في فؤادي. قلبي طلب الناس خاتم دار في فؤادي وابناسنا يا ويد هم ناس حسادي ظليت روحي بشقا والعوق جستادي هم من لفاني وعيني ما غضت برقاد قالوا حذرك يا فلان تراها كثرة الحساد من كثرة الشوق بروحي ما تهنى الزاد اها من كثرة الشوق بروحي ما تهنى الزاد قلبي مع الريم وفي ساحل عمان وحيد ما اظن بنساه هو قاضي الحكومة وحيد ولن يتبنسى يا اخوتي هالمرض بيزيد يزيد لحق وعد دكتور قولوا له وليفك راح دكتور السعدي لا ما دكتورك انا هذا كلامي صدق لا تحسبوه انه مزاح انا اذكر زمن المضى كل بضحك ومزاح ساعد دعوني هلي كم المسكين عشت وحيد شوف كيف هلي عقوني شي بعد ما ادري ها ما ادري شي ماجي بنظم حروف ما نظمه نياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي ايش هذا الفن هذا والله صعب شوية ايش تشوف صعب ما اعرف شو تدور من هناك هذه حروف ترى بنظم حروف شو تدور من هناك حتى عام مشي تشوف هناك ماجي انا عندي ما عرفته لا مرة مش عنك ما خاطرك ما عرفت توصيني بشيء الله يخليك مرحبا بك خاطرك شيء ولا شيء جزاك الله خير نمشي احسنت اسمح لنا منك لا لا مرحبا وسهلا بنظم حروف ما نظم هنياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي هذا هو سؤالنا يا اخي شيء يقول هناك شيء يقول هناك داير بناشد ايش يوسيبه مصلحة ولا حريبة أول صانع عش واستادي شوفوا صنعت هالحكم يا سوى هذا كلام هذي رجعنا لك عمي تفضل ها مع بنت رامس مرامس خير مع بنت رامس خير ومرامس اللي يشرح الفودة يبوك الغدل لي غزلنا حن وهذا الغدل لي غزلنا حن ودن انت رامس ودن انت لاقى وانت رامس مرامس خير ومرامس اللي يشرح الفودة بلعي لعيس منين الخيل اللي جيبت لعيس منين محي الدهم نيديه كلهم مدحون ويشرقون من مسكري وحادثي وحيري بلعي لعيس منين الخيل اللي جيبت لعيس منين منين هاي الخيل اللي جيبت تعرف قاعد ايش اسمه ايش تعرف سمه هذه سمه منقوشه كان الاوليين زين ويمثلوها خيله قال بلعي لعيس منين الخيل اللي جيبت لعيس منين محي الدم نيديه كلهم مدحون ويشرقون من مسكي وحارث وحيري ها ها اقول شي رزحه رزحه نعم شي على ما شي طلبوا سماحه كلكم هلبوا علي وبرخصه السلطان بتمروا عدن اشياء منك فوق راس من يلي ما تخاف لو حكبت شتر يوبدن اشياء منك فوق راس من يلي ما تخاف لو حكبت شتر يوبدن طلبوا سماحه كلكم هلبوا علي وبرخصه السلطان بتمروا عدن لا مسيح داري بادورك عقب سنتين شلها مسيح داري بادورك عقب سنتين وبرادي طالعنا وبشوم ومراح واتدي فاتر بني خاري الطلب والدين انشحر بابي فلم يسيل ولدي راح يا سلام بعدني اخر شيء له اي والله شي قصافي قصافي ابوايد احنا ناسين احنا اول اللي متوفر اول كان قصافي اول
أما الحين عادة زين اللي متوفر إن شاء الله. يا لا لا يا لا 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 يا نبن وايا بريال وسلب شرعنا الوافر والباسن شديد شرعنا الوافر والباسن شديد كانت الدير وارتاح الشعب من حكم مشك السلطان اليديد من حكم مشك السلطان اليديد لا 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 أحسنت. الوالد الحين معنا سؤال يقول بنظم حروف ما نظم هنياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. إيش ذي الفن؟ نشيد. فن النشيد. أيوه. النشيد. فن النشيد. 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 مرة ما تغير. النشيد. 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 200 مرة. صحيح. مرة مرة. وهذا من كلام الشاعر المرحوم حافظ محمد المسكري. الله يرحمه. من اسمك الوالد؟ مبارك بن سعيد بن سوق قنوبي. والنعم الوالد مبارك إجابتك صحيحة فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة تلفزيون سلطنة عمان. تفضل. أنا شفتك إنه متعذب. متعذب؟ متولع. متولع. فوق الشوامخ أنا قانص ضباب وبعاد. لا بس هو يعين. تعالوا تعالوا معي تعالوا. أنت بدري شرارة خمسين. زلمة أنا. بدري أنت. الله يعطيك الصحة. وإن هو لم يحمل على الضي نفسها فليس إلى حسن الثناء سبيل. قال لي مشغول أو فاضي أنتظر وصلك متحير. سلامك يا سالم يحيي الوالد ويسل القلب الغضبان. تقدر عامر؟ والله ما يقدر. انا يقول سمعت صرخه من نخل حمدان هاي ادري لي من ركيض اتكسرت. نحب والله. وي لاف يو اول. اول قال بنظم حروف ما نظم هنياتيات غير الذي قلبه غريم ومبتلي. الحين يقول لك من مقادير انا علي دايرات والسبب مكتوب ربي اراد لي. الله حافظ بن محمد المسكري ايش هالفن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله والله بخير. ماشيك الله يعافيك. يا حي الله. لا تقول لي ما معك قصيد. ماشي قصيد. لا لا قصيد ماشي معك. شيء معك. ماشي شيء قصيد ماشي. اقول لك شيء ماشي قصيد. شو علي؟ ماشي معي قصيد. شيء شيء ماشي معي. اقول لك شيء يا ريال. ما ميدان اعرف. لا لا ماشي شيء. يا ريال انت تشوف ماشي الضمه صحيح. انا ماشي معي. من مقادير علي دايرات السبب مكتوب ربي راد لي. ايش هذا الفن؟ من مقاديري علي. من مقادير علي دايرات السبب مكتوب ربي راد لي. ايش هذا الفن؟ هاي الفن مال دان كنا ولا دان كنا دان مرة زين. تقول لي تقول لي بدردع. ها بدردعني. ها خلا يو هالبلد ننقش. ها خلا يو هالبلد ننقش وخلا يو هالقلالة 400 شل زورة قش القش الذي بسرة قلالة. وقوم زقر سعيد كان بحق أنا من كربته وشرته ما شوتين القش الذي بسرة قلالة. غارن علينا ذياب السيح وشلن ولد من ولادينا وصاحوا هالدار صايح قوم لفيري لما ثاب صايحنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله طيب. بخير. الحمد لله. الله يعافيك. الله يعطيك الصحة العافية. يا مراحب. بتسمعنا شيء؟ والله ماشي عندي ولد الحلال. ما يستوي. ماشي. يقول من مقادير علي دايرات والسبب مكتوب ربي راد لي. ايش ذي الفن؟ رزحة؟ ولا؟ ما عندي خلفية والله. أحبك يا بعد كل الأماني يا بعد قلبي تاجي وكياني يكفيني قول ما قلت إني عماني عماني وافتخر جدا بني عماني إذا صاح التاريخ بصوت عالي عماني وافتخر جدا بني عماني. تبو ميدان؟ تبو رزحة؟ تبو مسبع؟
كله موجود. تقول الرزحة. نقول الرزحة. عليك السلام. تبرز. بسلام الله عليكم أيملي وعلى شيوخ الديرة من قاضي ولاه. جيت لبلدكم للهوية متمثلي لأن دامني ربي على طيب وحلا. حلا. هاش. بعدك هاش. بالفاتحة بقرأ وقلها الله وحد وبتحية تبلغ يادي الحاضرين وريم صدفته يوم حادي واللحد يرح كبودي وادعالي الفواد حزين ويا أبو محمد انت يا رفيع اليد ولك سمعة دامت على طول السنين تنظم سطوره قبلك ما نظمهن حد بس من دلاله تفهم من زين الوشين ثل اليزر واليتامى صغار ثل اليزر واليتامى صغار في نخلك سعيد شيطاني يا ينشدك هاش للحداد دفعك على عيوز لمسنة يوم عرست واليتامى صغار هذي من هوي ولا شيطاني شوف ثول اليزر واليتامى صغار وفي نخلك سعيد شيطاني يا ينشدك هاش للحداد دفعك على عيوز لمسنة يوم عرست واليتامى صغار هذي من هوي ولا شيطاني حيعرف صح لسانك الوالد آمين يعطيك الصحة والعافية آمين جميع ما قصرت الله ما شاء الله عليك مندوس الحمد لله مرة ضمام يود الله يعطيك الصحة والعافية الله فيكم جميع. ما شاء الله من زمان في الفن من زمان من يوم صغير من يوم 20 سنة 15 سنة ما شاء الله عليك الحين عندي 6 وبعدك معهم للحين بعد ما مشي حالي الحمد لله بيود الله بيودك زين الوالد احنا معنا سؤال اي والله يقول من مقادير علي دائرات والسبب مكتوب ربي راد لي ايش هذي الفن نشيد 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 هذا نشيد نشيد فن النشيد فن النشيد نعم مرة معزم مرة ما تراجع أبدًا كلمة واحدة واحدة 200 خلاص نعم قولي واب بارك الله فيك فن النشيد نعم فن النشيد نعم النشيد النشيد نعم النشيد النشيد نعم اسمك الوالد من اسمنا حديد بن عبد مرحال المشفري والنعم فيك نعم. الوالد حديد نعم. فن النشيد نعم قال إن المرحوم حافظ المسكري الله يرحمه إجابتك صحيحة الله يحفظك استمعنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان تستاهل تفضل وابوي أنت بتدور علينا يب خلى عندك سؤالين حط السلام وقمت تنحاش ليه من زقرت أفضل جميل مش حلامه يمشي مشي القطع ساقين بلي عظم هذا أي فن يلا ويا رب دينا شرقيت الشيطان سؤال ومنشدة سؤال ومنشدة سؤال ومنشدة إلي يا بيكي وخاطري ميروحي ومن بونا الشيقي بينوحي مريعي ذكرني زماني وذكرني زمان بوزيد إلي المسك ولي عنبري يروحي وزيد في الصبر يروحي نظري عضيد لبستاني لي أطلس يشعل يديد الله طبعا الكثير منكم يعرف هذا الفن اللي هو فن الرزحة وهذه من نواحي أو من اللي هي الألحان الناحية طبعا اللي ما يعرف إيش يعني ناحية الناحية هي اللحن أو المفتاح مفتاح الرزحة فعلى كل هو هذه فن الرزحة يسموها مرضوفة مربوعة ود ساعد مثل ناحية ود ساعد مثل الخالدي كثيرين كل حد وله مسمى الخاص فيها أو إن مسميات عديدة هو يختار اللي يبقى على كل إحنا اليوم ما عندنا سؤال وعلى طار السؤال أخبركم بشيء معين فكرة الأسئلة في البرنامج جاءت قبل تصوير البرنامج بيوم واحد يعني كان احنا مفكرين ان نسويها مثل العادة مثل ولغز لكن هالمرة حبينا نغير حبينا نعرف الناس بفنون عمان من مسندم لظفار وننوع نمكس مثلا ممكن فن من مسندم نسأله في الشرقية مثلا فن من الباطنة نسأله في ظفار وهكذا يعني فعلى كل جات هي الفكرة كذا يعني كل حلقة يكون فيها فن لبعض غنيبة وبعض أديه أداء نثري كلام النثر الضيوف سالفة طبعا مثلا الوالد نجيم كيف سمعتوها ضحكة الوالد نجيم سمع ضحكة الوالد نجيم ما شاء الله هذا الإنسان يعني مرح إنسان قلب نقي والله يعني ينحب
وما ودك تروح عنه، سوالفه ضحكه كلامه يعني. وقال انا اسمي ما اسمي نجم، اسمي نجيم، ونجيم هذا يقول يكفيني ل 100 سنه يعني. الله يطول في عمره ويطول في اعماركم ان شاء الله يا رب العالمين، ويعطيكم الصحه والعافيه. على كل، فنون السلطنه كثيره وفنونها متنوعه، وحاولنا قدر الامكان انها تكون في برنامج سؤال ومنشده. بعضها سويناها كفواصل وغنيناها كفواصل، سواء من ادائي ولا من اداء ضيوفنا الكرام اللي كانوا موجودين في الحلقات، او بعضهم من الاسئله او حتى من الارشيف. يعطيكم الصحه والعافيه، واستمتعوا مع من؟ مع الوالد نجيم وبقيه الضيوف. السلام ورحمه الله وبركاته. الوالد كيف حالك؟ حاشم بخير، مشكي بس وانت بخير؟ طيبين الله يعطيك الصحه والعافيه. يا مرحبا بك. زينين؟ اي نعم الحمد لله. وانت بخير؟ الحمد لله. الله يعطيك الخير ان شاء الله. سلامتك خالق الحمد لله. يا مرحبا وسهلا فيك. يا سهلا. كم عمرك؟ عمري ايش قد ذاك اللي 60 سنه. 60 سنه؟ اي ما هو امس. لكن ما يسدك 60 الوالد. ما له ما يسدني. 70؟ ما اعرف من هاوي، حتى هو والبن عاد يشيب. اليوم هذا زمان غير. صحيح. حتى صغيرين ما فيهم شيء. نعم. أنت من هين الوالد؟ أنا هنا السندر ستوك. نعم. لكن أنا من وادي السحتة. من وادي السحتة. إي. من دوس عمان. من دوس عمان، نعم صحيح. صدقت. صحيح. إي صدقت. وأي ثوم معكم هناك؟ والله تو المياه شوي متكاسرة، ولا ثوم مبسوط. نعم. ولو غالي. غالي. أي غالي مو الحيلة، ترى الماي الله تعالى ما الله تعالى جعلهم. يشون وأجر أصلاً. شو تحفظ الشعر الوالد؟ جرام خالق. ماشي. إن ننساه نسمع يابنا يوم أول. نعم. ولكن ننساه حيث هامنا الزمان فيه الشغل وهذا شوية. صحيح. اسمعي. الوالد وادي السحتن. عيشتكم أول كيف كانت؟ عيشتنا بأي شيء والله تعالى يرزقنا إياه على وجوهنا. شبه نزلة قاشة دوش عدس، تعرفوا العدس؟ معروف. العدس احنا نزرع في الصيف على الهواء وندوسه، وهذا العدس هو بنافع نزلة والدوش والقاشة. وصاد كل يوم بوجوها، وكل سنة بوجوها، وكل زمان بوجوها. الحمد لله رب العالمين. صحيح. صحيح. كل زمان بعيشته. اي والحمد لله رب العالمين، فضيلة الخالق هذا كله. نعم صحيح. صحيح. اسمعي. نعم. اي ما نسوي شيء. تمارسوا فنون هناك الوالد؟ شيء فنون شعبية تسويوا؟ والله عندنا يايا شعراء عند شيابنا يايا، ودار يعني زمروهم شعراء رمسة. ناس مشان تمام تسمعوا متضاولين هالحارة وجاية من روغ. شي يسوي روغ؟ روغ واجي الروغ، لكن الروغ احنا ما يحضر مع الجماعة. الروغ اللي مع الشباب. كيف الطريقة؟ مو روغي. ايوه زحمته. ها حياة يا أخي. حياة. نعم. مش ليش إحنا ما هايفين؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والله رزقنا مرة طولة صاحب الجلالة. نعم. صاحب. لك الوالد صحيح كم عمرك؟ ها؟ كم عمرك؟ عمري أقولك عمري أتباع الصدق 70 سنة. 70 سنة. 70 سنة. نعم. لكن مسلي على قلبك. وأخوي عندي أكبر عني في السن واجد وهايفين. وانا ما انه التاثر عنهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذا تولي في القلب. قلبك. قلبك. صحيح. انا هذا صحيح. عدم ماكل. تسمع كله سخي. مسخن قلبي. نعم. كذا الحمد لله رب العالمين. الوالد تعزي؟ اما انا اقول لك يا عزي، ما انه ما اغلي، لكن ما انه واجد. ولا يوم شيبتي ويوم ذا يغليون. نعم صحيح. ولكن احنا ما قابلنا شيء ما يوم شيء يهمنا. همنا هذا الزمان يدار يهمنا شويه. صحيح. ها. لكن الروغ ما تستغني عنه. الروغ روغ. ها. اما الروغ زين للحين الروغ تمارسه الوالد؟ الروغ اول ما تو حقيقه. نعم. كيف ها. كيف
هذه. الله أكبر. يا سلام. يا سلام يا سلام. هي هذا ما تمام. أبو التمام بعد. هي البنت مجعولة الخواتم هنا. الوالد. نعم به. ما شاء الله عليك صراحة، يعني روحك طيبة، روحك حية، روحك مرحة. الحمد لله. نعم الله يطول في عمرك. اللهم يبكيك موت. أمين جميعا إن شاء الله، جميعا جميعا، ويبقى ويطول عمر الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. أمين جميعا. في الدنيا. الوالد. نعم نعم. ويقول لك ما شاء الله عليك. ماشت. نعم. مشت تمشي الهوينا بالنظم. جازت. أيوة جازت. جزت شحم الكلى بالنظم. تمشي مشي القطا. ساقي نبلي يا عظم، أنا شبكت حليود ابن اليود، ماسع صير لا خاب شبكي ولا طير يحث تمسير، طار النفق يسقير طار الطير. لكن ماذا المشكلة؟ الوالد صدت وجفت وهاجرت ورضمت عظامي رضم، عذبته. هذا عذاب. هذا أشك. أه؟ أشك أشك أشك، والأشك يقتل. الله يقتل العشق. أشك أشك يقتل. أنا توفتهم. أه؟ توتهم على المكل. أنت بعد فهم وأنا أتفهمت له. عشق. هذا عشق باب من أولى أنه عشق، وما يخرج العشق هذا أبدي. والعشق تعب. والعشق تعب. والعشق غلاب. والغلاب وما توجه الروكة ولا تعرف كلمة تشغله. أسير هناك. العشق سم قاطع. هي أسير معهم أقول ليش إذا كان هذا المحب والعشق. العشق العرب طحت في العشق. ها؟ طحت في العشق. هي. ها؟ هي. ومشى أبوك روكا ولا شيء. تعبت. تعبت. تعذبت. وتعذبت. شروى مجنون ليلة في زمان جن. ما ما لك ما لك يا أبي وما لك معهم حتى مع أجلس مع عيالي. ما لك مها منك ما ها منك الحمد لله مو بين يقول. وأنت عاشق. معذب أنا. ها؟ أنا معذب. عاشق. لكن فاليوم. الحمد لله فديون. عاشق تعبان؟ هيت والله تعبان. نعم. ها؟ فديون. نعم. من اسمك الوالد قلت لي؟ أنا اسمي نجيم بن حامد بن عدل العبري. نجيم بن حامد بن عدل العبري. اسمك نادر الوالد. نجيم. حلو اسم نجيم. هي زين شيب الله يرحمه. أه؟ مسمني نجيم. هي وخفيف. خفيف. هي لو حتى يجلس 200 سنة ما يكون شايب. وسم عود نجيم وانا طيبت الليه. طيبت الليه انا. نعم هذا السم. أه؟ الله يرحمه ابوي مسمني. عجبك الاسم؟ نجيم. نعم. ما انه نجم. نجم. لا 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 ما نجم. نجيم. نجيم. ها صغير يعني صغير بعدني.